السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وفي بداية الفيديو بتاعنا نصلي على الحبيبة، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. النهاردة ان شاء الله الفيديو هيبقى مختلف، مش هيبقى فيه طبخ، هيبقى فيه تتبيلة فراخ. يعني احنا مثلا عندنا فرخة، الفرخة اقل من 2 كيلو، يعني 1.3 كيلو، 1.5 كيلو عشان تطلع معاك نتيجة كويسة. احنا هنعمل الفرخة، جزء من الفرخة كنتاكي وجزء من الفرخة ستريبس، بحيث ان الاطفال ما يملوش وعايزين دايما اكلات زي بتاعت بره بالظبط. فاحنا حفاظا على سلامتهم طبعا ما بنرضاش نجيب لهم اكل من بره، فبنعمل كل حاجة في البيت ان شاء الله. كل اللي هيحبوه هيلاقوه باذن الله، وكل اللي هيحتاجوه هيلاقوه. احنا عندنا شلت الصدور الاول، شلت الصدور من الفرخه كده زي ما انتم شايفين، ودي هنقطعها ستريبس ونغسلها غسيل حلو قوي بالليمون وهنعملها ستريبس. وعندنا اللهم صل على النبي الورك والدبوسه والحاجات دي هنعملها كده. يعني احنا كده عندنا اكلتين في فرخه واحده، وهتطلع معاك نتيجه كويسه جدا. اول حاجه هنعملها الكنتاكي، هنبدأ خلطة الكنتاكي عشان الكل يعرفها، وهنظبطها كده ونحطها في الفريزر زي ما قلت لكم، بحيث اللي جاي متأخر او اللي جاي له ضيف فجأة او كده يبقى عنده حاجة جاهزة في الفريزر. هنبدأ ونقول بسم الله. طبعا الفرخة دي متقطعة، يعني عندك الورك كده متقطع 2 زي ما انتم شايفين، نقطع الورك 2، وده كده متقطع لوحده. وهنبدأ نفتح كده كام فتحة بحيث ان الخلطة الفرخة تتشرب الخلطة كلها. وهتطلع معاك نتيجة كويسة جدا بإذن الله. كده عشان تتشرب وتستوى معاك حلوة قوي. وطبعا زي ما قلت لكم الفراخ ما تبقاش كبيرة عشان تستوى منك بسرعة. كده خلصنا الفراخ مغسولة حلوة قوي، قلنا بليمون ونضيفها معانا وزي الفل. عندنا 2 كوب لبن حليب، وعندنا اللهم صل على النبي عندنا البهارات، توم بودرة، كمون، فلفل اسود، كزبرة، بابريكا، كاري، كركم، بهارات فراخ. دي الخلطات اللي معانا. الخلطة اللي معانا دي هناخد منها جزء على البهارات اللي معانا، هناخد منها جزء على اللبن، وهناخد منها جزء على الدقيق والنشا. زي ما انتم شايفين حطينا على اللبن كل البهارات اللي كانت موجودة معانا، وهنحط كمان ليمونة، عصير ليمونة، معانا عصير ليمونة، وهننزل الفراخ في التتبيلة دي بسم الله. ويا ريت الفراخ تبات في التتبيله، يعني يا ريت تعملها على بيات. وبكده حطينا كل الكميه اللي معانا، ويا ريت يا جماعه تبات في التتبيله او اقل ما فيها 4 ساعات عشان تشرب من التتبيله، ولحمه من جوه يكون طري وما تنزلش دم معاكي في المقله وانت بتقليها، وتستوى معاكي بسرعه. نقعها نقعها مده طويله يخليها تستوى معاكي بسرعه. احنا نقعناها قدامك اهو فتره بسم الله. طبعا ده اللي قلنا عليه، كوبايتين دقيق، كوباية نشا،
البهارات، بقيه البهارات اللي حطيناها في التتبيله اخدنا منها شويه حطيناها على الدقيق، وهنبدا نعمل معاكم كده زي ما انتم شايفين. بسم الله، هتلاقي النتيجه ان شاء الله معاك جميله جدا، ولا مطاعم ولا اي حاجه خالص كده، وما تتكيش ولا اي حاجه، خلي الحاجه براحتها، وحاولي تبقي بتنظف صوابعك كده. عملنا طبقه، هنحط تاني. ونعمل الطبقة التانية. اه زي ما انتم شايفين قدامكم كده، عملنا للكنتاكي طبقتين، هنرصها في الطبق اللي انتي هتحفظيه في الفريزر. ناخد الطبقة التانية، لو يعني كل ما تحتاجيها مقرمشة قوي زود الطبقات، بس هما الطبقتين دول هيطلعوا معاكي نتيجة كويسة جدا. هتكون معاك حاجة جاهزة في الفريزر، وقت ما تحب تطلعيها هتطلعها بإذن الله. واحنا عارفين أطفالنا بيحبوا الحاجات التقلية دي يعني، ويحبوا يحبوا كنتاكي ويحبوا الاستريبس، ومتضايقين لما بنعمل الأصناف متكرر. هنخلص الكمية اللي معانا وهوريها لحضراتكم. وبكده هنكون خلصنا كمية الفراخ اللي معانا، وهتكون جاهزة تتحط في الفريزر على طول، وهنبدأ نغلفها. وياريت يا جماعة ما تنسوش اشتراك في القناة ولايكات، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا اي فيديو جديد ان شاء الله. كده هتكون جاهزة معاكي في الفريزر، يبقى كده احنا خلصنا الفراخ. وده بقى الخطوة التانية معانا، الستريبس هنقطعها، معانا الصدور هنقطعها ستريبس، نشيل الجلد كده مش عايزينه ملوش لازمة، وهنبدأ نشفي الصدر. حاولي تركزي عشان ما تستهلكيش لحمة في العظم. هنشيل الأول دي كده، ما نرفعهاش قوي عشان تلاقي فيها حاجة أصلا تاكليها يعني. اه دي هتتشال لوحدها كده. بسم الله، الصدر ده هيطلع معاكي كمية كويسة جدا. حبيتي بقى يعني هتتبليها وحطها في الفريزر، وهتطلعها مع شوية مكرونة بقى على السريع مع رز بالخلطة، هتبقى جميلة جدا. تاكلها بعيش وتقلي بطاطس وتظبط وتعمل شوية سلطات، يعني ما شاء الله ماشية معاكي في كل الأحوال. ما نرفعش القطع قوي عشان ما تنشفش منك. اه
زي ما انتوا شايفين كده، جميلة وسمكها جميل. هنبدأ نخلي التاني. يا جماعة يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا اي جديد. خش الفيديو واتفرج عليه، ادي لايك. الموضوع سهل جدا جدا جدا، سهل بالنسبة لك بس يفرق جدا جدا بالنسبة لي. هنطلع الحتة الناعمة دي كده الوحيدة. ده نقطع القطعة التانية. ودي قطعة الصدر التانية، معمولة شرائح جميلة وزي ما قلنا ما نرفعهاش قوي عشان ما تنشفش منك. هنعصر عليها ليمونة كبيرة. ملح. عشان ما يبقاش فيها اي ريحة زفرة خالص وتطلع معاك نتيجة كويسة ان شاء الله. هنغسلها كده ونشوف الخلطة اللي هتبقى بتاعت الستريبس، هنشوف الخلطة معانا ان شاء الله. وبعد ما غسلنا الستريبس حلو قوي بالليمون والملح عشان نمنع اي زفرة فيه، هنبدأ نحط عليها البهارات اللي قدام حضراتكم دي. عندنا ملح، كمون، كزبرة، بهارات فراخ، فلفل اسود، كاري، كركم اصفر، توم بودرة وملح. هنحط من البهارات دي على الفراخ. بسم الله. نعمل كده في الفراخ والبهارات لحد ما كله هتتشرب من بعضه، وهنسيبها بردك. احسن حاجة في التتبيلات ان انت تسيبي الحاجة، الفراخ او اللحوم او اي حاجة تسيبيها او اسماك برضو تسيبها في التتبيلة تتشرب منها، هتطلع معاك نتيجة كويسة جدا احسن ما تعمل الحاجة مباشر. شفتوا اصلا لونها بقى جميل جدا ازاي. كده عملنا البهارات كلها على الستريبس، على شرائح الصدور دي، وعندنا شوية بهارات لسه. باقي البهارات هنحطها على كوباية دقيق، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في كوباية الدقيق دي. بسم الله. هنعمل كوباية الدقيق دي زي العجين، بس عجين سايب شوية عشان ندي تتبيلة دي هنحط فيها الستريبس.
زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم العجينه كده، زي ما انتم شايفين قد ايه كده زي العجينه، بس العجينه السايبه قوي يعني، مش عجينه عجينه، عجينه سايبه. وبعد كده هنحط فيها قطع الفراخ وهنطلع من التتبيله دي. هنحطها في نفس تتبيلة الفراخ الكنتاكي بالظبط، كوبايتين دقيق عليهم كوباية نشا عليهم البهارات اللي احنا حطيناها، نفس البهارات بالظبط، حطيناها هنا حطيناها هنا حطيناها هنا. هنشيل ده هنحطه في الخليط ده، وبعد كده هنغمزه في النشا والدقيق وعلى الزيت على طول ان شاء الله، وهنشوف النتيجة مع بعض. وبكده هنحط الصدور اللي احنا قطعناها، الصدور اللي احنا قطعناها شرايح كده الاستريبس في قلب الخليط لما يتشرب منه. وبرضك يا جماعة قلنا اقل ما فيها ساعتين يتنقع فيها الاستريبس ده، يتنقع في الخليط. كده زي ما انتم شايفين لحد ما كله يتشرب منه، ونسيبه منقوع حوالي من ساعتين لثلاث ساعات عشان يستوى معاك بسرعة ويطلع معاك النتيجة اللي انت عايزها. ونفس الدقيق والنشا والبهارات اللي عملنا فيها الكنتاكي هنعمل فيها الاستريبس بنفس الطريقة. وبعد كده ما تبلنا الاستريبس في الخليط ده هنحطه بقى في الدقيق والنشا، وهنبدأ نظبطه كده في الطبق عشان نحطه في الفريزر عشان يكون برضو جاهز معاك. بسم الله. ما تضغطش عليه خالص، خليه براحته عشان يشتال معاكي من الخلطة دي. هنعمل برضو زي الكنتاكي بالظبط طبقتين. شايفين كده اصلا، شوفوا المنظر هيطلع معاكم نتيجة كويسة جدا جدا جدا. وياريت يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وتعليقات عشان يوصل لكم منا كل جديد. تعملي بقى مع مكرونة مع رز بالخلطة بالعيش وشوية شيبس كده وسلطات، هيبقى جميل جدا، والعيال هتحبه جدا 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 والكبار برضو. هنخلص الكمية وهوريها لحضراتكم. وبكده احنا خلصنا معاكم زي ما انتم شايفين، خلصنا الاستريبس صدر الفرخه، عملنا الطبقين الاستريبس الجمال جدا دول، وتقدر بقى تحطهم في الفريزر دلوقتي ووقت ما تحتاجيهم هتطلعيهم على القلي على طول. وعملنا هنا الكنتاكي نص الفرخه اللي باقي عملت حوالي كيلو، كيلو ال 80 يعني 920 جرام كده، حوالي كيلو كنتاكي وجميل جدا. وعملنا، وطبعا انا عملت النهارده الهامبرجر لانه طلب مني تاني، بس ما حبيتش اصور لحضراتكم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وده برضو كل الهامبرجر بعد ما خلص، وما شاء الله كلها وجبات سريعه وجميله جدا، وان شاء الله تعجب حضراتكم وجربوهم. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعليق عشان يوصل لكم منا كل جديد. والحاجه زي ما انتم شايفين جاهزه وجميله ما شاء الله على الاستخدام على طول. وان شاء الله يا رب الفيديو ده يكون ينول اعجابكم جميعا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.